وللمزيد من المتابعة معنا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، أرحب بك وضعينا في الصورة لديك وأهم ما جاء في هذا المؤتمر. نعم يوسف، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل لصندوق تحيا مصر للإعلان عن إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024، والتي سيستفيد من هذه القوافل نحو 5 ملايين مواطن ومليون أسرة من مختلف المحافظات ومن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. تم اليوم إعطاء إشارة البدء لانطلاق المرحلة الأولى من هذه القوافل، ما تحدث عن نحو 200 ألف كرتونة من المساعدات الغذائية، من إجمالي يصل لمليون كرتونة من المساعدات و 12 ألف طن من المساعدات الغذائية التي ستصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات المصرية. هذه المساعدات بتأتي في إطار مجموعة من المبادرات التي يقوم بإطلاقها صندوق تحيا مصر من أجل تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين وتقديم الغذاء والكساء وأيضا الأغطية وتجهيز الفتيات للزواج، ما تحدث خلال الفترة الماضية عن إجمالي يصل لأكثر من 500 مليون جنيه من المساعدات تم توجيهها لأكثر من 3 ملايين مواطن. أيضا تم إطلاق عدد كبير من القافلات التي تصل إلى المواطنين في المحافظات الحدودية وأيضا المناطق النائية. إلى جانب أيضا القوافل التي تم إطلاقها اليوم، تم الإعلان أيضا عن مجموعة من المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسات المختلفة. تحدث عن مبادرة لإفطار نحو 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان الكريم، أيضا الإسراع في تنفيذ مبادرة الكساء وتجهيز نحو 1000 فتاة من اليتيمات وأيضا من الأسر الأكثر احتياجا للزواج. كل هذا سيكون خلال شهر رمضان الكريم. يعني صندوق تحيا مصر تم تأسيسه بقرار رئاسي من أجل تقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية عن طريق التعاون بين الصندوق وبين مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات وأيضا المشروعات التنموية من أجل يعني تقديم كل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات المصرية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الخاص بصندوق تحيا مصر، شكرا جزيلا لك.